هاد التظاهرة هادي كدار المرة الرابعة ديالها على التوالي في اي تملول، ماشي في اي تملول، دونك كتوج مؤسسات اخرين بهذا اللقاء هذا، وهذا العام تنظمات في اي تملول، وحنا عندنا شرف نزيلات اننا نديروا هذا الملتقى هذا داخل المؤسسات السجنية ديالنا، خصوصا وهو تحت شعار المرأة السجينة بين واقع الاعتقال ومتطلبات الحماية المصلحة الفضلى للطفل المرفق. ودرنا فيه ورشات طبية لتنظيم الناس لتحقيق الذات، وورشات الرسم، ودرنا صبحيات، وتفتتحوا عندنا ورشات كبيرة ديال الرياضة، ودرنا تكريم العائشة الشنا، وإن شاء الله غادي نديروا واحد لو بتي شو ديال الرسم هنايا، وتفتتح عندنا واحد استوديو اللي غادي نستافدوا من المرافق ديالو إن شاء الله. وكنتمنى أن هاد المناضلة على النساء تبقى، وسيرتو اللي في فئة هشة وداخل المؤسسات السجنية وبخصوص النزيلات. أولا كنبغي نشكر اللقاء الوطني لفائدة النزيلات تحت شعار المرأة السجينة بين واقع الاعتقال ومتطلبات حماية المصلحة الفضلى للطفل المرفق. في هذا السياق كنشكر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على السهر ديالها الدائم باش المرأة المعتقلة ما تبقاش دائما تحت النظرة المجتمعية السائدة، بل بالعكس اليوم والحمد لله كنشوفوا أن السجن ما بقاش فقط مؤسسة تطبيق العقوبات، بالعكس فضل مؤسسة إعادة الإجماج ولات المرأة المعتقلة كتحمد شواهد منها الخياطة، الحلويات، الحلاقة، وما نساوش كذلك أنشطة الرسم والمسرح، هذا الشيء اللي كيخليها من بعد تندمج داخل المجتمع. كنبغي كذلك نتمن ما تقوم به الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من المجهودات تحت شعار 100% سجون بدون أمية. لاحظت وفي هذه الدورة خلافا على الدورات السابقة اهتمام المندوبية بالطفل المرفق، الحمد لله اليوم لو عندنا دور أمهات، مرافق، أنشطة ترفيهية اللي كيخليو الطفل ما يبقاش فقط بين ذاك القضبان، بل بالعكس كيولي عايش كأنه عايش في منزل. وشكرا. لابد ان نقولوا بانه موضوع عنده الاهميه ديالو وعنده الراهنيه ديالو. نحتفل بالايام ال 16 لمناهضه العنف ضد النساء، لكن انا اظن الموضوع اللي اختيره هو المراه السجينه والطفل المرافق لامه، جوج ديال ماساه من هل هي معادله واحده؟ أنا أظن بأنهما معادلتين مختلفتين مرتبطتين كذلك، ومن نقولوا الصعوبة ديال باش نوجدوا واحد الحل واضح للطفل ماشي سهل. ثاني حاجة كنجبرنا هنا بأنه ونجددها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك عدد من الجرائم والجنح لا تستحق السجن، يعني خاصة أنه لما تكون مرافقة بالطفل، هل سنة سجن، شهر سجن، شهرين سجن هي وهي مرافقة بالطفل كافية لأن تعيد النظر في الأشياء؟ أظن بأنه العقوبات البديلة أظن أساسية اليوم ومستعجلة للمصادقة عليها. ثانيا أظن بأنه المصلحة الفضلى ديال الطفل، هل المصلحة الفضلى ديال الطفل يراعى فيها نقولوا المسار ديال التنشئة ديالو؟ كنعرفوا بان عندنا عدد من الحالات عايناها ان الطفل كيرجع، لعدد من الاطفال كيرجعوا من السجن ولا كيكونوا في صراع من القانون، كيكونوا عاشوا هذا الوضع ديال انه كانوا مرافقين لامهاتهم في السجن. وبالتالي كنقول بانه لابد من ايجاد صيغ اخرى للاطفال اللي هما امهاتهم في السجن. ونطرحوا سؤالين، هل من الضروره ذاك المراه اللي عندها ولدها تكون في الحبس؟ ماشي بالضروره دائما. والسؤال الثاني، هل من الضروره ان يبقى المصلحه الفضلى ديال الطفل بعد سنه او لا بعد سنتين ان يبقى مع امه في السجن وهو نقولوا يكون نفسيته وكتكون التنشئه ديالو بدات اذا هاد السؤالين اظن خصنا فعلا نكبوا عليهم بجديه باش نوجدوا لهم الحلول. بمناسبه الحمله الدوليه 16 يوم لمناهضه العنف القائم على النوع الاجتماعي، تنظمها المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج النسخه الرابعه من اللقاء الوطني لفائده النزيلات حول موضوع المراه السجينه بين واقع الاعتقال ومتطلبات حمايه المصلحه الفضلى للطفل المرفق. هذا النشاط يعرف ايضا في فقرته تكريم الراحله عائشه الشنا
عرفانا لها على المجهودات التي بذلتها طيلة مسار حياتها للدفاع عن حقوق المرأة. أيضا يعرف تنظيم رواق للفن التشكيلي من إنجاز نزلات المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى برمجة جلستين في الموضوع لفائدة النزلات يتم تأطيرها من طرف أساتذة وخبراء، ويتم تناول هذه الجلسات من زوايا قضائي حقوقية قانونية اجتماعية إنسانية، تتناول موضوع المرأة خاصة المرأة المرفقة بالأطفال. هذا البرنامج يندرج في إطار تنويع البرامج الذي تنظمه المندوبية العامة، وأيضا يندرج في إطار المقاربة التي اعتمدتها في تفريد البرامج الموجهة لمختلف فئات نزلاء المؤسسات السجنية خاصة نزلات المؤسسات السجنية، وهي مناسبة أيضا تؤكد المندوبية العامة على انخراطها في كل البرامج التي من شأنها تحقيق إدماج فعلي وحقيقي لفائدة النزلاء، وأيضا من خلال الانخراط في كل المخططات الوطنية التي تهتم بموضوع المرأة والمرأة السجينة على وجه التحديد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.